هموت يا عماد. يقولي يا ماما انا موتش، انا اترقيت، حضن ولف بي زي ما كان بيقول لي ده اخر حضن. حتى الدموع متلخبطه، بيقول لي عايزك تطلعي دكتوره، في دمع نزلان زغرطه، كان على يقين ان هو هيشتكي. كله ميت مليون تحيه، لازم ناخد حقه ولازم نكمل. مع شايله حزنها مش قادره تنزل من عيني. التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة. ودايما كنا بنفكر في فكرة واحدة بس، ان الارهاب لازم يموت دلوقتي وبايدينا وتحت رجلينا عشان ما يتنقلش لأي مكان. تسعة مارس، يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود.